طيب دكتور، ايه تفسيرك للقفزات الكبيرة جدا خلال الأسابيع القليلة اللي فاتت في سعر البيتكوين؟ يعني شفنا ارتفاعات يعني وصل للوحدة ب 48 ألف دولار. نعم، أعتقد اللي يعني السبب الجوهري للارتفاعات هو السبب اللي حكيت عنه بالبداية، اللي هو إنه المعروض لا يمكن زيادته، فلا يمكن لأي شخص إنه يطبع بيتكوين جديد لما يزيد الطلب على البيتكوين. فهذا اللي بخلي إنه صارت هذه الشغلة عدة مرات عبر السنين، بيزداد العرض بيزداد الطلب على البيتكوين، بيطلع السعر ولكن ما حدا بيقدر ينتج بيتكوين جديد زيادة يزيدوا على المعروض، فبالتالي بيطلع السعر أكثر وأكثر، طب ليه وهذا الطلب بيجي زاد؟ ليه الطلب زاد خلال الأيام اللي فاتت يعني بالشكل الكبير ده؟ بس لمجرد التويتة بتاعت إيلون ماسك؟ لا هو يعني اللي إيلون ماسك يعني هو التكملة للسلسلة من الأحداث اللي صار لها عم تصير خلال السنة الماضية أكثر. يعني السبب اللي بهذه السنة هو تطورت الادوات الماليه اللي مرتبطه بالبيتكوين وتم اندماجها بالنظام المالي العالمي، بحيث انه اصبح سهل لاي شركه انها تشتري بيتكوين وتحطه على ميزان مدفوعاتها من دون اي مشكله. هل تتوقع بعد الخطوة اللي تسلا أعلنتها إن هي ممكن تقبل إن هي تبيع منتجاتها وعربياتها بالبيتكوين، إن في شركات تانية هتحذو حذوها وهيبدأ ده تبقى عملة المستقبل؟ اعتقد ممكن، ولكن اعتقد الشيء الاهم في تسلا هو مش انها راح تستقبل راح تتلقى مدفوعات بالبيتكوين. اعتقد الشيء الاهم هو انه تسلا عم تشتري البيتكوين لتوضعه على البالانس شيت زي الكاش، يعني عم تشتري بيتكوين بدل ما عم تشتري بدل ما تكون حاطه كاش يو اس دولار عم تحط بيتكوين، وبدل ما تكون ماسكه سندات خزينه عم بتحط بيتكوين. اعتقد هذا هو الشيء المهم. طب هل توقعاتك، وده سؤالي الأخير، إن هذه العملة في 2021 هي كده وصلت وإحنا في بداية العام لأقصى حد، ولا هتشهد برضو ارتفاعات كبيرة خلال السنة دي؟ اعتقد يعني كميه الشركات الكبيره اللي راح تبلش تشتري بيتكوين خلال الفتره الجايه بعد ما بدات شركات قليله لحد هلا، ولكن بنتفرج على قديش اللي معروض من البيتكوين وكميه الطلب اللي ممكن يكون موجود للبيتكوين، اللي هو انه في عندنا مئات التريليونات من الدولارات اللي موجوده بأسهم وسندات، والعوائد عليها صارت عم بتكون قليلة أو سلبية، فهنالك طلب كامن كبير جدا ممكن يزيد للبيتكوين خلال السنة القادمة. فأعتقد ممكن كثير أنه يستمر البيتكوين بالصعود، ولكن أكيد بضل احتمالية أنه ينزل، لكن على المدى البعيد أعتقد الواضح اللي عم بصير واضح اكثر واكثر هو انه حيستمر في الصعود، والفرصه في البيتكوين لاي شخص ولاي فرد، الفرصه هي انه تفكر في البيتكوين كحساب توفير. بيتكوين مثل حساب توفير، بدل ما تحط حسابك التوفير في عمله ورقيه او في بنك تحت خطر، على البيتكوين ما بيعطيك فائده على التوفير، ولكن هو بحد ذاته بيزداد قيمته لانه الكميه اللي موجوده منه محدوده، فبالتالي هو، وهذا اللي بحكيه بكتابي، انه هو احسن وسيله توفير اخترعتها البشريه بيتكوين عبر التاريخ.